وأجمع الكثيرين أنه من الاستحالة أنك تطبق تعليم المسيح على الجبل إلا أن تكن إنسانا جديدا مفديا بعمل إلهي خاص، وتصبح إنسان جديد وخليقة جديدة، مما يجعلك أنك تعيش هذا التعليم المبارك عظة يسوع المسيح على الجبل. فإذا هذا القول اللي تكلمه يسوع المسيح أكثر الأقوال شيوعا في كل العالم، إنه قمة الأقوال في العظة على الجبل، ويعتبر حجر الزاوية، القلعة الحصينة فيها، إنه تعليم جديد أدهش الناس في تلك الأيام، إنها نظرة جديدة، إنها بعد جديد، إنها عمق وبعد روحي عميق يتمتع فيها الإنسان بالذهن الإلهي وبالعين الروحية والقلب المتجدد والذهن المستنير، حتى تستطيع أن نفهم وندرك هذا التعليم المبارك، فإنها نظرة جديدة إلى الحياة والتزاماتها.